مشاهدي الوطنية الأولى، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لقاء الشبيبة الرياضية القيروانية والنادي الإفريقي ضمن الأسبوع الأول المتأخر من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2020-2021. مرحبا بشبيبة القيروان مرة أخرى ومن جديد أكيد في رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم الشبيبة بعد مباريات البراج اللي حسمت باش تكون موجودة ضمن الفرق الموجودة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والنادي الإفريقي اللي ينزل ضيف في ملعب حمد العواني بالقيروان أكيد في مباراة ثانية هذا الموسم بعد مباراة الأسبوع الثاني واللي انتهت بنتيجة هدف مقابل هدف أمام المستقبل الرياضي بالرجيش. الشبيبة في أولى مبارياتها هذا الموسم في الرابطة الأولى تسعى من خلال هذه المباراة حصد 3 نقاط، ولما لا نتيجة إيجابية أمام النادي الإفريقي اللي يسعى بدوره من خلال هذا التنقل تفادي عثرة في ملعب المنزة أمام المستقبل الرياضي بالرجيش. هذا يريد وذاك يريد، والزوز فرق موجودين اليوم في ملعب حمد العواني بالقيروان. إن شاء الله نشوفه مباراة كبيرة، مباراة أكيد بين زوز فرق كبار ومباراة كبيرة ومثيرة بين النادي الإفريقي والشبيبة الرياضية القيروانية. نمر مباشرة للتصريحات ما قبل مباراة الشبيبة وكذلك النادي الإفريقي مع زميلي شهير الكافي. تفضل شهير. شكرا لك غسان، تحية لكل مشاهدي القناة الوطنية الأولى. لحظات وتنطلق المباراة المؤجلة من الجولة الافتتاحية، شبيبة القيروانية الباقي في الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم يستضيف النادي الإفريقي. قبل ما نبدأ بالطبيعة وقبل ضربة البداية استجوابات ما قبل المباراة، باش نبدأ بالشبيبة القيروانية في أسبوع الفرح أكيد الجي اس كا بعض من البقاء. معايا المدرب المساعد محمود الدريدي. محمود قبل كل شيء نعاود ونباركوا للشبيبة التواجد في الرابطة الأولى. خويا الله يبارك فيك، والحمد لله شبيبة بقات في موقعها الأصلي والحقيقي، وإن شاء الله معناتها الفرحة هذه معناتها تستمر اليوم ونتوج بنتيجة إيجابية. ماراثون كبير من المباريات، 3 مباريات في دورة البراج، اليوم تلقاو رواحكم ضد النادي الإفريقي، البداية باش تكون صعيبة أكيد، خاصة أيضا أنه الأيامات الجاية تستناكم مباريات كل 3 أيام. أكيد، هو نحن عبارة مازلنا في البراج خاطر لعبنا أحد وأربعة وأحد، واليوم أونشين باران كاتريم ماتش اللي هو نهار الأربعاء، وعندنا ماتش آخر نهار الأحد، دونك سي بور سولا احنا حاولنا او ماكسيموم نعملوا لو تورن اوفر ونحاولوا ندوروا ليفيكتيف ونجريو معناتها الملاعبيه سويفون معناتها لي كاليتي اللي عندنا والزاد البشري كله تقريبا استعملناه نحن في مباريات البراج. بيان سور انا انشيني بماتش الكلوب اللي بيان سور خلينا نزيدوا نعملوا ان تورن اوفر ونحاولوا معناها نستعملوا الملاعبية حسب الجاهزية البدنية نتاعها. مشاكل إدارية بالنسبة للفريق، مشاكل مالية، البارح شفنا الملاعبية ثم نوع من الامتعاض بالنسبة للفلوس والتواجد في الرابطة المحترفة الأولى، المشاكل هذه الكل مع فرحة التواجد في الرابطة المحترفة الأولى أكيد يلزمها برشا خد. شوف هي المشاكل لما حالها موجودة في كل الفرق، أول حاجة نحن حاولنا معناتها نتعاملوا مع الوضع بالكدا مع الملاعبية، حاولنا نطلعوا في نسبة التركيز باش يكونوا جاهزين اليوم، يحاولوا يركزوا أكثر على المباراة نتاعهم، وفي الأخر من بعد كي الفلوس تجي بإذن الله، ما ميش احنا ديما نركزوا على توسكي سبورتيف، بعد كي ليزيكسترا هذوك بإذن الله الإدارة تسوي الوضعيات. يعطيك الصحة محمود، نمشيوا مع تحية العلم والنشيد الرسمي ومن بعد نرجعوا للاستجوابات مع طرف من النادي الإفريقي. Yeah.
الاتحاد الرسمي التونسي، نواصلوا مع الاستجوابات ما قبل المباراه. تاخذين طرف من شبيبه القيروان، نمشي مع طرف من النادي الافريقي. معايا المدرب المساعد كريم بوعاشه. كريم، جوله اولى بالنسبه لكم انتم مؤجله اليوم ضد الشبيبه القيروانيه، لعبتوا مباراه اولى ضد فريق صاعد للرابطه المحترفه ومنتشي بالصعود، هذا اليوم زاد فريق اللي موجود في الرابطه المحترفه الاولى واللي يضمن بقائه. انا جاتنا البطوله معناها باش نبداو ديما مع زوز الفرق الصاعدة حديثا الرابطة المحترفة، ان شاء الله معناها اليوم نحققوا نتيجة ايجابية باش ننساو نص عصر اللي عملناه في بلادنا، وجايين هنا معناها باش ناخذوا نقاط الثلاثة ان شاء الله. صعوبات على مستوى الرصيد البشري اليوم، ادم قرب موجود في ال 11 اساسيين بالنسبة للنادي الافريقي في انتظار تأهيل بقية المنتدبين في قادم الايام. الحقيقة ما عندناش صعوبات في الرصيد البشري، معناها الحمد لله الحاضرين كل موجودين. اليوم عندنا إضافة جديدة، صحيح عادة مقرب ما كانش موجود معنا الأسبوع اللي فات، وإن شاء الله اليوم عليه يقدم مردود به وعندنا ثقة فيه وفي الجهات الكل إن شاء الله. ماراثون المباريات هذا كيف باش تتعاملوا معاه؟ نتعاملوا معاه معناها بالموجود اللي عندنا، معناها عندنا رصيد بشري ممتاز وإن شاء الله معناها نتوفقوا في المباريات الكل إن شاء الله. يعطيك الصحة كريم. أكيد هكا نكملوا مع استجوابات ما قبل المباراة، نعطيه للتشكيلة بسرعة بالنسبة لزوز فرق النادي الإفريقي. عاطف الدخيلي في المرمى مع غيث الزعلوني، آدم الطاوس، سامي الهمامي، اسكندر العبيدي، خليل القصاب، وسام بن يحيى، أحمد خليل، ياسين الشماخي، آدم قرب، وباسيرو كومبارو، يا شبيبة مع أمين الحزقي، بسام الدالي، رامز العواني، نوردينا الشرطاني، حمزة الربعي، أسامة الرمضاني، محمد المتيري، عمر براوي، محمد علي الرقوبي، لؤي دحنوس، وأحمد العمري. غسان عندك الكلمة ومن بعد نبدأ أكيد في التعليق والوصف لمباراة شبيبة القيروان والنادي الإفريقي. شكرا لك زميل العزيز سهير الكافي. أكيد من بعد قليل باش تلتحق بيا في كابينة التعليق على مباراة النادي الإفريقي وشبيبة القيروان. كنا نسمع كذلك في زميلي شهير الكافي اعطى تشكيلتي الفريقين بالنسبه للطاقم التحكيمي اللي يدير هذه المباراه. اسامه رزق الله حكم الساحه، يساعده كل من حكم مساعد اول حسان عبد العالي، والحكم المساعد الثاني هو محمد شبير، الحكم الرابع هو رمزي بن سالم. تكريم في الاثناء شفناه كان للاعب الشبيبه وولد الجي اس كا احمد خليل. امامكم اسامه رزق الله قاضي مباراه شبيبه القيروان وكذلك النادي الافريقي. الشبيبه المنتشيه بعوده الروح وعودتها للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم تسعى من خلال هذه المباراه ببدايه ممتازه، قد تكون ممتازه او قد تكون غير ممتازه، خاصه في مواجهة العراقة والنادي العريق النادي الإفريقي. إذن أسامة رزق الله في انتظار ثواني قليلة ليعطي إشارة انطلاقة مباراة الأسبوع الأول من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مباراة الجولة الأولى موسم 2020-2021. ثواني قليلة لانطلاقة المباراة وما زلنا ننتظر وإياكم انطلاقة مباراة الشبيبة والنادي الإفريقي. الشبيبة اللي لعبت مباراة البراج، وعلى فكرة الشبيبة سقطت بتماس وهي موجودة في قانون اللعبة وفي فصل من فصول لعبة كرة القدم، وتعود بفصل من قانون اللعبة واللي هو يحكي على الكروت بالنسبة لفصل من فصول كرة القدم وقانون كرة القدم، نحكيه بطبيعة بصفة عامة. إذن أمامكم أكيد هنا التثبت من الموجود على حافة الميدان، ملعب حمد العواني بالقيروان من قبل الحكم الرابع رمزي بن سالم. أو تذكير بتشكيلتي الفريقين بالنسبة لتشكيلة الضيف، هذا الأسعد الدريدي أمامكم أكيد يريد كسب ثلاثة نقاط، وثلاثة نقاط مهمة جدا من خارج الديار يسعى من خلالها النادي الإفريقي في سنة المئوية، لما لا أكيد سنة كبيرة ينتظرها جماهير النادي الإفريقي. قلت نذكر بتشكيلتي الفريقين بالنسبة لتشكيلة الضيف. النادي الإفريقي عطف دخيلي في حراسة المرمى، سامي الهمامي، أحمد خليل، غيث الزعلوني، آدم الطاوس، خليل القصاب، وسام بن يحيى، باسيرو كامباوري،
ياسين الشماخي، اسكندر العبيدي، وكذلك اللاعب اللي اليوم يلقى روحه في التشكيلة الأساسي آدم قرب. لاعب صغير، لاعب أكيد باش نشوفه في أول ظهور ليه مع تشكيلة النادي الإفريقي، في حين تشكيلة شبيبة القيروان أمين الحزقي كحارس مرمى باعتبار أنه نديم بن ثابت غير موجود، والحارس اللي كانت له مهمة كبيرة برشا وفضل كبير برشا بالنسبة لوجود شبيبة القيروان في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نكمل مع تشكيلة الشبيبة، هذا أمامكم أكيد مراقب المباراة مراد الدعمي، أكيد لهنا قاعدين يثبتوا قبل انطلاقة المباراة. نكمل مع تشكيلة الشبيبة، حمزة الربعي، نور الدين الشرطاني، رامز العواني، بسام الدالي، محمد المطيري، محمد علي الرقوبي، عمر بوراوي، أسامة رمضاني، لؤي حمدي، وأحمد العمري. هذه تشكيلة الشبيبة الرياضية القيروانية، الشبيبة بدون أجانب في هذه المباراة، وأكيد باش تقعد تنتظر الشبيبة الرياضية القيروانية يوم 25 جانفي باش الشبيبة تعمل أكيد باش تعزز صفوفها بملعبية جدد خاصة على مستوى الأجانب. لكن هنالك لاعب وحيد أجنبي هو على ذمة فريق شبيبة القيروان اللي هو بنجاما باتور. ننتظر وإياكم انطلاقة مباراة شبيبة القيروان والنادي الافريقي، ويرافقني في التعليق زميلي شهير الكافي. مرحبا بك شهير. شكرا غسان، ونجدد التحيه لكل من التحق بنا الان على القناه الوطنيه الاولى لمباراه المؤجله من الجوله الافتتاحيه في انتظار الانطلاقه وفي انتظار ضربه البدايه من ملعب العواني بالقيروان. الشبيبه تستضيف النادي الافريقي، ودائما ما كانت المباريات مثيره بين الطرفين. الشبيبه اليوم بالازياء البيضاء بالكامل، الافريقي كيف ما نشوفوا بألوانه التقليدية، في انتظار أنه توضح الأمور، لأنه ثم بعض الأطراف في مدارج ملعب العواني أكيد غسان يلزم المباراة دون حضور جمهور، هذا اللي نعرفوه، لكن ثم بعض الأطراف اللي يقع حاليا إخراجهم. بالفعل أكيد مراد الدعمي مراقب المباراة، قاعد أكيد يشوف شكون موجود حتى على مستوى المنصة الصحفية الخاصة بملعب حمد العواني بالقيروان. أكيد ننتظر إشارة انطلاق أو يعطي لوكي بالنسبة للمراقب مراد الدعمي. أمامكم أكيد البنك الاحتياطي لفريق شبيبة القيروان، مراد العقبي اللي قاد الشبيبة إلى عودتها بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في مباريات البراج اللي كانت مثيرة. الشبيبة تسعى من خلال هذه المباراة، أكيد عندها النشوة الشبيبة باش تكون، وعندها خلينا نقولوا في ساقين ملعبيتها الشبان وأغلبيتهم أكيد من مركز تكوين شبيبة القيروان، يخليهم اليوم باش يقدموا مباراة باهية بالنسبة للملعبية الشبان أمام فريق اسمه النادي الافريقي شهير. واكيد الافريقي خاصه بعد تعادل الجوله الماضيه، الجوله الثانيه بالنسبه للافريقي كانت في ملعب المنزه ضد مستقبل رجيش الصاعد حديثا للرابطه المحترفه الاولى، التعادل الايجابي 1-1 يخلي الافريقي اليوم امام فرضيه انه يرجع بنقاط المباراه، خاصه وانه في موسم المئوي حاب يحقق نتائج ايجابيه. في الجهه المقابله امام فريق ايضا منتشي بالبقاء في الرابطة المحترفة الأولى الشبيبة القيروانية بعد نهاية موسم صعبة بعد صيفية والتحضيرات والانتدابات، وأكثر من لاعب غادروا الفريق إن شاء الله توم بعد شوية نرجع عليهم بالذكر. اليوم مباراة أكيد بين فريق اللي يطمح لتحقيق الانتصار الأول في البطولة اللي هو النادي الإفريقي، وأيضا فريق اللي يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في ملعبه ويحب يبدأ البطولة بالنتائج الإيجابية، خاصة يعرف اللي الصعوبات ممكن تكون في آخر الجولات. الشبيبة صحيح ممكن الزاد البشري لحد الآن يقلق برشا المدرب مراد العقبي، ولكن مازلت فما فترة ميركاتو أخرى ينجم يصلح فيها، المهم أنه تكون البدايات ممتازة. هذا وسام بن يحيى قائد فريق النادي الإفريقي. وفي الجهة المقابلة أيضا طبعا بعد شوية نشوفوا ملاعبية الجي اس كا، صحيح الأسماء مش معروفة بالنسبة للشبيبة القيروانية، ولكن نعرفوا الشبيبة دائما مع عودتنا بالأسماء الممتازة بالملاعبية اللي عندهم فنيات كبيرة، نتذكروا عديد الأسماء ممكن اليوم أو الموسم هذا
نكتشفوا اسماء اخرى ايضا غسان، نكتشفوا خالد بدر جديد، نكتشفوا زهير ذوادي، هذا احمد خليل ابن الشبيبه القيروانيه. يعني فماش فريق في تونس ما عندوش لاعب من الشبيبه القيروانيه. بالفعل هو فريق شبيبه القيروان فريق مدرسه على مستوى يعني الملعبيه اللي خرج فيهم الشبيبه، حتى على مستوى الملعب برشا ملعبيه أكيد لعبوا بأزياء الفريقين، ومنهم المرحوم الأسعد الورتاني الله يرحمه، أكيد ابن شبيبة القيروان وجماهير الأفريقي. دائما ما تكون العلاقة طيبة بين شبيبة القيروان وباقي الفرق التونسية بما فيهم النادي الأفريقي. أمامكم كذلك اللاعب الوايد حنوس، وما زلنا ننتظر وإياكم صافرة انطلاقة مباراة شبيبة القيروان والنادي الأفريقي، أكيد في إحماءات يقوموا بها الملعبية نظرا انه المباراه باش تبدا بصفه متاخره بالنسبه لمباراه شبيبه القيروان والنادي الافريقي. وامامكم كذلك محمد علي الرقوبي بن شبيبه القيروان، نور الدين شرطاني كذلك عز صفوفه بالنسبه لفريق شبيبه القيروان اليوم نلقاوه اساسي، ولا حكم اكيد باش يحط الكرة في وسط الميدان وفي دائرة وسط الميدان قبل انطلاقة المباراة. أكيد أسامة رزق الله في هذه الآونة يعلن إشارة انطلاق مباراة شبيبة القيروان وكذلك النادي الأفريقي. هذا يريد وذاك يريد، الشبيبة تريد كسب 3 نقاط مهمين في بداية المشوار، والنادي الأفريقي يريد تجاوز النصف العثرة في المنزة أمام المستقبل الرياضي برجيش بمحاولة أنه يرجع ب3 نقاط. أولى الثواني في مباراة الشبيبة والنادي الأفريقي. وعودونا للزوز فرق دائما بحضور الأهداف خاصة في المواجهات الأخيرة. التاريخ مع الأفريقي على مستوى الانتصارات ب 42 انتصار سابق مقابل 15 للجي اس كا و 19 تعادل، يعني في الجملة 76 مباراة بين الفريقين. 13 لقاء الأخير كان حاضر فيهم التسجيل والأهداف، وممكن من الملاعبية اللي حاضرين اليوم باسيرو كومباوري هو اللاعب الأخير اللي سجل في شباك الشبيبة القيروانية من جانب الافريقي في زوز مواجهات الاخيره 3 اهداف لكومباوري. نستناو مباراه اليوم لمن ستكون الغلبه والبدايه بضربه مخالفه للنادي الافريقي. هذه الاعاده تدخل على وسام بن يحيى وضربه المخالفه للافريقي، اكيد الكرات الثابته هامه جدا بالنسبه للزوز فرق، ومن سيستطيع يعني استغلال الكرات الثابته واستغلال كل الفرص تقريبا في مباراه اليوم مع طقس ممتاز. ممكن الارضيه تقلق شويه، ولكن المباراه نتمنى ان تكون فيها الاهداف. وهذه كره والتدخل من الحارس امين الحزقي، مازال اختار في مناطق جزاء الشبيبه القيروانيه. ارجع دائما للافريقي باسيرو كومباوري في منطقه الجزاء، تخرج من دفاع الشبيبه كيف ما جات الكره طويله دائما في مناطق الشبيبه القيروانيه، البحث عن الهجومات المعاكسه والكره خارج الميدان ما ياخذهاش لؤي دحنوس صاحب القميص رقم 9 امامكم على الصوره. ان شاء الله سلامات للؤي دحنوس لاعب الشبيبه القيروانيه. وهذه الاعاده للمخالفه الاخيره والتنفيذ في منطقه موجود فيها حارس المرمى امين الحزقي، يرجع الكره من جديد لصالح الشبيبه القيروانيه، مقطوعه من احمد خليل، ترجع مره اخرى لؤي يلعب الكره لصالح الشبيبه القيروانيه. محمد علي الرقوبي خرج الكره طويله في اتجاه حمل القميص رقم 22، تنثبت في اللاعب رقم 22 ولانه مش موجود على وقت المباراه 22، بعد شويه نصلحوا الامور أكثر، لكن الكرة دائما لصالح النادي الإفريقي. وسام بن يحيى ما يخش الكرة، تصويب فوق العارضة، إخراج الكرة فوق العارضة من الحارس أمين الحزقي بعد تصويبها للشاب آدم قرب. آدم قرب لاعب عمره تقريبا 17 سنة و6 أشهر موجود في تشكيلة النادي الإفريقي في مباراته الأولى، وأول لمسات لآدم قرب ابن البطاني حط الكرة في الركنية حارس المرمى. هذه الإعادة من أكثر من زاوية ممتازة التصويب، ولكن الأروع كان تألق الحارس أمين الحزقي. الركنية الأولى في المباراة لصالح النادي الإفريقي، تنفيذ الكرة يمشي الحارس يخرج مرة أولى ياخو كورتو، دائما كرة لصالح النادي
النادي الافريقي يضغط السيارة منذ البداية وكرة في التماس. ثلاثة دقائق لعب إلى حد الآن غسان منذ البداية. الافريقي واضح أنه يلعب اليوم من أجل الانتصار ولا غير الانتصار. الشبيبة ممكن بصعوبات مش تكون موجودة، واليوم ممكن تكون المباراة أيضا للحارس أمين الحزقي مباراة الامتياز إذا كان يواصل في مثل هذا التألق. ونستناو بتبعة مجريات التسعين. أكيد هذا ما ننتظره في مباراة النادي الإفريقي وكذلك شبيبة القيروان. النادي الإفريقي يبدأ بداية قوية دون جس نبض. السيا يدخل هذه المباراة من أجل تسجيل أولى الأهداف، لكن يلقى أمامه حارس شاب محمد أمين الحزقي. كرة لفريق شبيبة القيروان لؤي دحنوس، ساسو كرة عنده، كرة لفريق الشبيبة، الكرة لكن يتدخل الدفاع النادي الافريقي، تخرج الكرة عند ادم قرب تمشي وسام بن يحيى كرة في اتجاه باسيرو، لكن تخرج الكرة تماس لشبيبة القيروان. اليوم مراد العقبي يلعب بثلاثة ملعبية في محور الدفاع، يعرف خطورة اكيد وخطورة هجوم النادي الافريقي في ظل وجود باسيرو كامباوري. يحنا نحكيو على نور الدين الشرطاني، رمز العواني، وكذلك بسام الدالي. اذا كرة باش ترجع لفريق النادي الافريقي في مواقعه الدفاعية. اليوم النادي الافريقي شوفوا تقريبا في خمسة دقائق اولى النادي الافريقي يصنع زوز فرص، لكن تألق محمد امين الحزقي. هذا الوايد حنوس يتدخل ويتحسر على الكرة، يخرج الكرة تماس مرة اخرى للنادي الافريقي. ننتظر واياكم مشاهدينا الاثارة والمتعة في مباراة السيا والجي اس كا في لقاء مثير ومثير للغاية، وننتظر منه الكثير وننتظر الاهداف في مباراة قد تكون فيها الاهداف. واكيد منذ الدقائق الاولى الحدث يقول هنالك اهداف في مباراة شبيبة وكذلك النادي الافريقي. ترجع الكرة لفريق النادي الافريقي، كرة في اتجاه الشماخي داخل الدفاع، والحكم أسامة رزق الله يقول مخالفة لدفاع الشبيبة الرياضية القيروانية. وضربة المخالفة للشبيبة لترجع لمناطق النادي الافريقي، وهذه الإعادة للقطة الأخيرة، تدخل من ياسين الشماخي على الكرة الأخيرة من نور الدين الشرطاني. ثلاثي في محور الدفاع بالنسبة للجي اس كا، بسام الدالي، رمز العواني، نور الدين الشرطاني. في الجهة المقابلة نلقاو ثنائي اللي هما سامي الهمامي واسكندر العبيدي اللي يدخل اليوم للتشكيلة الأساسية للنادي الافريقي. اسكندر العبيدي رغم أنه ما دربش تقريبا قبل مباراة اليوم، ولكن الحاجة أكيد لقلب الدفاع بالنسبة للنادي الافريقي. كرة أرجع من غيث الزعلوني، ما زالت لصالح الشبيبة أو للإفريقي. الشقول الحكم المساعد، التماس للشبيبة القيرانية تتنفذ بسرعة. أرجع من جديد لعمر براوي، عمر براوي للؤي دحنوس، لؤي دحنوس ما زال محافظ على الكرة، يرجع الكرة للخلف، والتوزيع في منطقة ما فيها ولا لاعب، فيها حارس الإفريقي. أمامكم على الصورة عاطف الدخيلي، عاطف الدخيلي رجع الكرة لإدم الطاوس، يمشي الطاوس بكرة لخليل القصاب، ترجع له من جديد لأحمد خليل ابن الشبيبة اليوم في مواجهة فريق الأم. يلعب كرة على اليمين غيث الزعلوني، اللاعب الشاب أيضا، الكرة يتيح غيث الزعلوني، ثم المخالفة بإشارة من الحكم الرئيسي أسامة رزق الله، الحكم اللي صفر مباراته الثانية في الرابطة المحترفة الأولى، بعد ما صفر في الجولة الثانية مباراة ملعب بن قردان بين الاتحاد ومستقبل سليمان، موجود اليوم في مباراة ملعب العواني بين الجي اس كا والسيا. ترجع الكرة، أحمد خليل يقرب من دائرة وسط الميدان، يلعب كرة اسكندر العبيدي، العبيدي مع غيث الزعلوني، حاول يتعدى غيث الزعلوني أمام أسامة الرمضاني، مقطوعة الكرة للشبيبة القيروانية، يحارب باسيرو كومباوري، يرجع الكرة محمد علي الراقوبي، طويلة كرة الراقوبي في اتجاه احمد العمري، العمري يعمل الكنترول قدامه خليل القصاب، ايش يعمل بالكرة، يتعدى ولا لا، مازال محافظ عليها احمد العمري، يرجع الكرة للخلف دائما لصالح الشبيبة القيروانية لحمزة الربعي اللي بدوره يرجع كرة في محور الدفاع. التوزيعة كيف ما جات مقطوعة من وسام بن يحيى، يخرج له ادم قرب ياخذ الكرة، يتعدى، يربح ضربة المخالفة، يربح المخالفة والانذار الاول في المباراة. الانذار الاول يجبد اوراقه الحكم اسامه رزق الله امام لاعب الشبيبه القيروانيه. امامكم على الصوره
ينتظر قدومه اللاعب رقم 30 بسام الدالي بعد المخالفة الأخيرة والتدخل على اللاعب الشاب. قرب أمامكم على الصورة لاعب اللي مازال ما عملش 18 سنة تقريبا، هذا ثامن موسم ليه مع النادي الإفريقي بعد ما التحق في سن 10 سنوات بحديقة الرياضة. ضربة المخالفة من أحمد خليل في محور الدفاع اسكندر العبيدي لغيث الزعلوني، مخطئ الكرة يرجعها مراد العقبي بسرعة لبناء الشبيبة. الكرة للؤي دحنوس مقطوعة، دائما كرة قيروانية، التوزيع ولعب الكرات الطويلة في اتجاه أحمد العمري. العمري يرجع الكرة للخلف لقائد الفريق حمزة الربعي، مقطوعة كرة الربعي إلى ياسين الشماخي. شماخي قص الميدان بالعرض، يلعب الكرة مع وسام بن يحيى، يون دو بينه وبين الشماخي، مقطوعة الكرة، يرجع ياخوها شماخي، يرجع ياسين الشماخي، يلعب كرة تضرب في الدفاع تمشي للركنية، تمشي للركنية الثانية للإفريقي بعد ركنية أولى غسان على يمين الحارس أمين الحزقي. المرة هذه الركنية الثانية في توقيت 10 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، ما زالت النتيجة متعادلة دون هدف لحد الآن. بالفعل والأسبقية الكروية لفريق النادي الإفريقي في 10 دقائق أولى، يريد من خلالها النادي الإفريقي أنه يسجل هدف مبكر. أمامكم المتألق الحارس محمد أمين الحزقي، كرة للنادي الإفريقي، ركنية هل تأتي بالجديد والتنفيذ للاعب قرب ينفذ الكرة في القائمة الثانية. شكون موجود؟ موجود النادي الإفريقي عن طريق أحمد خليل، كرة للنادي الإفريقي، التوزيع وأوفسايد، موجود لاعب باسيرو كامباوري على ما أظن موجود في مخالفة أوفسايد، أو ياسين الشماخي أكيد تسلل باش يرجع به لكرة لفريق شبيبة القيروان. الحارس أمين الحزقي إن شاء الله يقوم لباس، حارس تألق صراحة. وأكيد اللاعب المتوقف هنا في ملعب حمد العواني بالقيروان ممكن الشبيبة، وتكتيكيا ومن حقها على فكرة أنه النادي الإفريقي في 10 دقائق أولى ضغط على دفاع الشبيبة وتألق الحارس محمد أمين الحزقي، لهنا يعطي الفرصة الحزقي لمراد العقبي باش يعاود أكيد ويحكي معهم لعبيته أكثر ويفيقهم أكثر في هذه المباراة. كرة باش ترجع، مخالفة تسلل لفريق شبيبة القيروان. الشبيبة قاعدة تستعمل في الكرات الطويلة، أحمد العمري ما ياخذهاش، ياخذها دفاع النادي الإفريقي. كرة لياسين الشماخي، ياسين يحاول المرور، حب يلعب الكرة مع باسيرو، دفاع الشبيبة موجود، يضغط ياسين، يقاتل على الكرة ياسين الشماخ توصل الكرة، تتوزع الكرة وتخرج ركنية أخرى للنادي الإفريقي. ثالث ركنية للنادي الإفريقي في وقت 12 دقيقة منذ انطلاقة المباراة. النادي الإفريقي يضغط على دفاع الشبيبة في تنفيذ الكرة، يمشي القيدوم وسام بن يحيى لاعب الخبرة في النادي الإفريقي، عاش الفرحة عاش الخيفات مع عاش الخيبات عفوا مع فريق السيا. إذن وسام بن يحيى في تنفيذ المخالفة، إن الركنية تتنفذ الحارس يضيع كورته، كرة ما زالت ليقرب، كرة لفريق النادي الإفريقي عن طريق أحمد خليل يرجع بها، ودفاع شبيبة القيروان متماسك وكل ملاعبي الجيسكا في مناطقهم الدفاعية قاعدين يدافعوا على ألوان فريقهم وعلى شباك حارسهم محمد أمين الحزقي. كرة للشبيبة عن طريق الرقوب، الكرة ترجع لفريق النادي الإفريقي. الإفريقي لحد الآن متسيطر على مستوى وسط الميدان، أحمد خليل يهز الكرة على اليمين في اتجاه اللعب، الكرة لهادم قرب ما ياخذش الكرة وتخرج أو ترمي تماس لفريق الشبيبة الرياضية القيروانية. و13 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، ما زالت النتيجة متعادلة مع أسبقية على مستوى امتلاك الكرة والفرص للضيوف للنادي الإفريقي. أبناء باب جديد قلت أنه بعد عثرة الجولة الأولى في ملعب المنزة والتعادل 1-1 مع مستقبل الرجيش، اليوم يبحث على الانتصار. هذا أمامكم المدرب مراد العقبي، مدرب ابن الشبيبة 55 سنة، دار عديد المدن ودرب في عديد الفرق سواء في تونس أو في الخليج. في
الجهة المقابلة أيضا مدرب اسمه الأسعد الدريدي لأكثر من فريق على غرار المدرب مراد العقبي. هذا أمامكم الأسعد الدريدي 43 سنة للمدرب السابق للاتحاد المنستيري سي اس اس سي ابي الملعب الجبسي والملعب التونسي، وضربة المخالفة للنادي الإفريقي. آخر مباراة بين الفريقين متعادلة 1-1 أوت 2020 هنا في القيروان. الإفريقي كان ربح أيضا ذهاب الموسم الماضي 2-0 دوبلي باسيرو كومباوري، وهذه التوزيعة في منطقة الجزاء وتدخل من الدفاع. الرامز العواني يحط الكرة في التماس لصالح النادي الإفريقي. يمشي أحمد خليل يلعب كرة بسرعة، العودة للخلف لسامي الهمامي. الهمامي يدور بالكرة، البحث عن الموساندة، يبدل كليا على اليمين غيث الزعلوني يعمل كنترول محافظ على الكرة، مقطوعة ترجع لصالح الشبيبة في هجمة معاكسة. الشبيبة قلت والاعتماد على الهجومات المعاكسة، خلطش على الكرة أحمد العمري وترجع بستة أمتار لحارس الإفريقي عاطف الدخيلي، تتنفذ كرة بسرعة. يمشي أحمد خليل يقدم في منطقة فارغة ما فيها ولا لاعب من جانب الشبيبة للافتكاك، والكرة تعود مرة أخرى لأحمد خليل. أحمد خليل يرجع الكرة مقطوعة من محمد المطيري. المطيري كرة لصالح الجي اس كاش، يقولوا سامر زقلة، ضربة المخالفة حمراء وبيضاء أمامكم. أحمد خليل لعب في محور الدفاع المباراة الماضية في غياب اسكندر العبيدي، اليوم يرجع لوسط الميدان. والشبيبة القيروانية أيضا بتقريبا 5 تغييرات مقارنة بالمباراة الأخيرة للعبها في دورة البراج، وبقاء في الرابطة المحترفة الأولى بعد التعادل أمام أولمبيك سيدي بوزيد، وبالإنذارات 5 إنذارات مقابل 8 لنادي حمام لانف. حكمة الإنذارات في بقاء الشبيبة في الرابطة المحترفة الأولى. التماس يعود للشبيبة القيروانية، أسامة الرمضاني في التنفيذ. وأكيد كيف ما لاحظوا عديد الأسماء ممكن جديدة مقارنة بالموسم الماضي بالنسبة للشبيبة، وتو نحكيو على المغادرين في الجي اس كات تقريبا أكثر من 10 أو 11 لاعب كانوا أساسيين الموسم الماضي، وهذا ما خلى صعوبات كبيرة للمدرب مراد العقبي في أنه يلقى التوليفة اللي نجم يدخل بها مباريات البراج وأيضا مباريات الرابطة الأولى. باش تكون صعبة جدا الأمور، خاصة أنه تقريبا في الفترة هذه باش يلعب كل 3 أيام مباراة. اليوم يبدأ مع النادي الإفريقي، ثم نهار الأحد يستضيف الملعب التونسي في انتظار تحديد مباراته مع الأولمبي الباجي. يعني مباريات كلها في شكل مباريات كأس بالنسبة للشبيبة اللي يحب يضمن البقاء المرة هذه على بكري. ترجع الكرة حاليا لأدم قرب، ياخذ كلوار اليمين، يمشي أدم قرب يحاول يتعدى أمامه أسامة الرمضاني، يقطعها الرمضاني ويرجع بكرة للشبيبة القيروانية. سريع جدا أسامة الرمضاني، يرجع يرتكب الخطأ لاعب النادي الإفريقي. أدم قرب كان سجل في المباريات الودية عديد الأهداف، هذا اللاعب الشاب اللي نستناو منه برشا، ممكن وأكيد نكتشفوه تباعا في مباريات الإفريقي، ممكن واحد من اكتشافات السياح هذا الموسم. على الكرة ستعود بضربة مخالفة للشبيبة القيروانية. على الكرة نوردين الشرطاني يلعب كرة طويلة في مناطق النادي الإفريقي. غيث الزعلوني، غيث الزعلوني مازال محافظ على كورته، ما خرجتش الكرة، والضغط من جانب الشبيبة القيروانية. شيقول الحكم أسامة رزقلة، ضربة الركنية، الركنية المرة هذه للشبيبة القيروانية. وإذا كان غسان ثم 3 ركنيات للإفريقي، هذه الأولى للشبيبة. وفي الدقيقة 17 تأتي أولى الركنيات لفريق شبيبة القيروان. الشبيبة في كرة ثابتة ممكن تشكل الخطورة على دفاع النادي الإفريقي أو تمر مرور الكرام. هذا ما ننتظره في تنفيذ الكرة. اللاعب عمر بوراوي هو اللي باش ينفذ الركنية لفريق شبيبة القيروان. عمر بوراوي ينفذ الكرة، عمر لكن موجود الدفاع عن طريق أحمد خليل، يخرج الكرة ويمشي الهجوم المعاكس لفريق النادي الإفريقي. كرة تخرج، ما خرجتش الكرة، ترجع لدفاع الشبيبة الرياضية القيروانية. شوف ملعبية النادي الإفريقي الكل يصعدوا أكيد من خلاله، يحبوا يعملوا الضغط على دفاع الشبيب. والكرة ما فماش أوفسايد، لكن موجود الحكم المساعد الثاني يقول أوفسايد على لاعب لؤي حمدي أو لؤي دحنوس. كرة باش ترجع لعاطف الدخيلي، وعلى فكرة أعرض نتيجة فاز بها النادي الإفريقي على الشبيبة هي 5-0 في تونس موسم 2015-2016، وفي القروان أعرض نتيجة للنادي الإفريقي كانت 4-1، في حين
أعرض نتيجة لفرسان لا غالبة كانت 3-1 مرتين، الأولى 75-76 والثانية موسم 92-93. حكيت على الانتصارات بالنسبة للنادي الإفريقي، وآخر انتصار للسيا في ملعب القيروان كان موسم 2018-2019 بتاريخ 11-12-2018 اثنين بلاش، وآخر انتصار للشبيب على النادي الإفريقي موسم 2017-2018 بتاريخ 9-9-2017 كانت النتيجة آنذاك هدف مقابل صفر. إن شاء الله سلامات للاعب النادي الإفريقي الملقى على أرضية الميدان واللي هو أحمد خليل. اليوم الوسادة أم الولادة بالنسبة لأحمد خليل اللي يحمل زي النادي الإفريقي، هو أكيد هو ابن شبيبة القيروان. إن شاء الله يقوم لباس أحمد خليل ويواصل اللعب. وعلى فكرة أحمد خليل تم تكريمه من الهيئة المديرة لفريق شبيبة القيروان قبل انطلاقة المباراة. هذه إعادة مرة أخرى بينه وبين المطيري أحمد خليل. اندفاع أحمد خليل يخليه يصاب، ولو أنه ما فماش تدخل بالنسبة لمحمد المطيري. إن شاء الله يقوم لباس أحمد خليل ويواصل المباراة. في 20 دقيقة أولى منذ انطلاقتها والتعادل 0-0. إذن الكرة باش ترجع للنادي الإفريقي. سامي الهمامي يلعب الكرة لأدم الطاوس، الكرة للنادي الإفريقي ما زالت، والضغط من محمد علي الركوبي على سامي الهمامي يرجع بدوره لعاطف الدخيلي. عاطف الدخيلي يخرج الكرة من منطقة النادي الإفريقي، موجود وسط ميدان الشبيبة، كرة بين هذا وذاك، في الأخير حمزة الربعي يضربها بالرأس، الكرة مرة أخرى ترجع لشبيبة القيروان. كرة للشبيبة، دليل ركوب يلعب الكرة على الجهة اليمين، حمزة الربعي يوزع الكرة بالرأس. الله 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 الله، والشبيبة تسجل الأولى أهداف المباراة في الدقيقة 21. شبيبة القيروان تسجل أولى أهداف المباراة. الشبيبة النادي الإفريقي اضغط على الكرة، عمل كما حب النادي الإفريقي، اصنع الفرص، ومن كرة شبيبة القيروان تسجل أولى الأهداف عن طريق عمر بوراوي. تضرب الكرة، الكرة يضربها بالرأس عمر، تضرب هاي لعادة مرة أخرى، تضرب في رأس عاطف الدخيلي وتدخل الكرة. توزيع أكثر من ممتازة من ربعي في القائمة الثانية، يضرب عمر بالرأس الكرة وتضرب في رأس عاطف الدخيلي وتدخل وتلي الشباك الحارس الإفريقي. تغيرت النتيجة في ملعب حمد العوين بالقيروان، هدف مقابل صفر للشبيبة إلى حد الآن اللي واقفة مليح على مستوى الدفاع. وأول خلينا نقول كرة أكيد بالنسبة للشبيبة تجيب بها هدف أول، وكرة مخدومة بلغتنا بالنسبة للشبيبة تجيب بها هدف أول، وخطأ بالنسبة للحارس عاطف الدخيلي لهنا ما قراش الكرة مليح. عمر بوراوي ضرب الكرة، ضربت في الدخيلي وتعطي أول أهداف المباراة، هدف مقابل صفر. شايف 1-0، إذن تتغير المعطيات في ملعب العواني. ممكن أيضا حكينا على الهدف، ولكن أيضا السونتراج اللي كان من الجهة اليمين من حمزة الربعي بالسنتيمتر بالمليمتر على رأسية عمر بوراوي، يصعد يغالط الحارس عاطف الدخيلي. الإفريقي يقبل أهداف للمباراة الثانية على التوالي في البطولة. قلت أنه صعوبات في اختيار التشكيلة الأساسية بالنسبة للمدرب الأسعد الدريدي، حضر بمجموعة ومن بعد يلقى مجموعة أخرى هي اللي مضطر أنه يلعب بها المباريات الرسمية باعتبار الانتدابات اللي كانت موجودة وعدم إمكانية تأهيلهم باش يكونوا حاضرين في البداية نتاع الموسم بالنسبة للنادي الإفريقي. هذا ما خلى صعوبات كبيرة الاعتماد على عديد الوجوه الشابة بالنسبة للأسعد الدريدي، وغضب كبير من الأسعد الدريدي على دفاع فريقه في اللقطة الأخيرة اللي جابت الهدف. وحكيت أنه دائما ما كانت الأهداف حاضرة بين الشباب
شبيبة والإفريقي سواء في القيروان أو في تونس، والملاعبية يجاوبوني أسامة أو عمر براوي هو اللي يجاوب، باعتبار أنه قلت 13 مباراة متتالية ولا 14 متتالية اللي تحضر فيهم الأهداف، وأكيد باش تحضر فيهم الفرجة والتشويق والإثارة. ممكن تغيير بعد قليل بدخول رودريغ كوسي في تشكيلة الإفريقي، موجود إلى جانب الأسعد الدريدي والتوصياته أحمد خليل، ممكن ما يكملش المباراة، قاعد نشوف فيه يتوجه حاليا في دائرة وسط الميدان. وهذه كرة للنادي الإفريقي، التوزيعة والركنية، الركنية من ياسين الشماخي، وأمامكم على الصورة رودريغ كوسي باش يكون الورقة البديلة الأولى اضطراريا للمدرب الأسعد الدريدي البنيني صاحب 20 سنة، سيأخذ مكان أحمد خليل بعد قليل. لكن قبل هذا ضربة الركنية، وسام بن يحيى في التنفيذ كالعادة، الكرات الثابتة على يمين الحارس أمين الحزقي. قبل هذا ثم التغيير، ثم التغيير ويخرج كيف ما قلنا المتوسط الميدان أحمد خليل بسبب الإصابة، ويعوض البنيني رودريغ كوسي. كرة الركنية وتنفيذ من وسام بن يحيى، يرفع كرة عالية في القائمة الثانية، يرجع مازال اختار وفما المخالفة، لا يقول الحكم يتواصل اللعب. كرة وهجمة معاكسة للشبيبة القيروانية، اللعب على الجهة اليمنى وين موجود محمد المطيري، المطيري للؤي دحنوس، يخرج كرة لؤي دحنوس دائما لصالح الشبيبة القيروانية، مازال اختار للشبيبة، والمهاجم ادم قرب هو اللي يرجع وياخذ الكرة ويرجع للشبيبة القيروانية. محمد المطيري، لصاحب التوزيع حمزة الربعي اللي جابت الهدف الأول. الكرة في ديزوي ترجع من خليل القصاب، يمشي القصاب، يخرج الكرة مقطوعة مرة أخرى، خضرة وبيضة للشبيبة في منطقة الجزاء، يحاول يخرج الكرة أحمد العمري، ولكن التدخل والركنية، بعد تدخل من سامي الهمامي يحط الكرة في الركنية للشبيبة القيروانية. هذه الإعادة، كرة كانت بين أحمد العمري وسامي الهمامي، والهمامي يحط كرة في الركنية، وهذه إعادة للقطة الأخيرة اللي طالب من خلالها ملاعبية الإفريقي بضربة المخالفة. تعود الكرة للشبيبة مع تقدم تقريبا معظم لاعبيه باستثناء ثلاثة ملاعبية قرب من دائرة وسط الميدان، يرفع الكرة في القائم الأول، وقبلها ثم الراية من المساعد الثاني محمد شبير، يقول الكرة غادرة الميدان بعد تنفيذ الركنية من حمزة الربعي قائد الفريق. باش ترجع على الكره بمخالفه التسلل حارس عاطف الدخيلي، 30 سنه متر 87. فالكره الاخيره اللي جابت الهدف كان عمر براوي افضل من ناحيه استغلال الكره، وخروج كان خاطئ من عاطف الدخيلي كلف الافريقي لحد الان التاخر في النتيجه. على الكره لرودريغ كوسي في محور الدفاع، كوسي نشوفه يمشي لمحور الدفاع كوسي في انتظار انه تتوضح الامور التكتيكيه اكثر، يرجع لوسط الميدان بطبيعه هو دخل مكان احمد خليل المصاب، وكره من سامي الهمامي اصبح يلعب الكرات الطويله النادي الافريقي بعد ما كان تقريبا يبحث على الكره انها تخرج من الدفاع لوسط الميدان للهجوم. صحيح متاخر في النتيجه حاليا، التوزيعه طويله في اتجاه غيث الزعلوني، يلعب كره في اتجاه مناطق الشبيبه القيروانيه ما ياخذهاش وسام بن يحيى، يرجع له اي دحنوس بالراس، يخرج الكره لاحمد العمري، قبل اسكندر العبيدي، ممتاز في اللقطه الاخيره، يمشي ويرجع الكره لصالح النادي الافريقي. كره طويله في اتجاه باسيرو كومباوري، ياسين الشماخي ياخذ الكره النادي الافريقي في منطقه الجزاء، مازال اختار للافريقي، وكاد يكون هدف التعادل، للنادي الافريقي من ادم الطاوس لولا التدخل في الوقت المناسب من حمزه الربعي. ممكن فرصه غسان هي الاخطر الى حد الان للسيا في انتظار باقي مجريات المباراه اللي اصبحت مفتوحه، وكل فريق قادر على الاقل في هذا الشوط الاول من التسجيل، اما الافريقي انه يعدل او الشبيبه القيروانيه تضيف الثاني. وهذه الاعاده لادم الطاوس، عمل المراوغه صوب ولكن تدخل من قائد الفريق في الوقت المناسب. بالفعل هذه فرصة خطيرة للنادي الافريقي، كاد ان يعدل النتيجة، لكن حمزة الربعي صاحب الاسيست، حمزة الربعي هذه كرة، توغل الشباب، التصويب، من ساسو، محمد امين الرمضاني ضيع الكرة، كان بالامكان احسن من مكان بالنسبة للظهير الايسر لفريق شبيبة القيروان. شوفوا سما الرمضاني يضرب الكرة بعيدة على عاطف الدخيلي،
كما قلنا المباراة مفتوحة على كل الواجهات على مستوى النتيجة. الشبيبة إلى حدود اللحظة هذه متقدمة هدف مقابل صفر في 28 دقيقة، شارفت النصف ساعة على نهايتها الشبيبة 1 النادي الإفريقي 0. وعلى فكرة عمر بوراوي صاحب الهدف قادم من نادي الرياضي سباقسي ويعتبر من الانتدابات الجديدة لفريق شبيبة القيروان معاه فؤاد الخرايفي اللي نتمناو له انه يكون اكيد وغايب على المباراة باعتبار انه اللاعب اصيب بالكوفيد 19 وهذه عادة مرة اخرى. اكيد مشكور المخرج سمير العجيمي في اعادة لهدف شبيبة القيروان. امامكم عمر بوراوي، عمر بوراوي صاحب الهدف كما قلنا قادم من النادي الرياضي الصفاقسي، كذلك نور الدين الشرطاني قادم من امال حفوظ، هذه انتدابات شبيبة القيروان، وكذلك الحارس نديم بن ثابت اللي غايب اليوم على التشكيل الاساسي وكان له دور كبير كما حكينا انه تكون شبيبة موجودة في الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، كذلك اللاعب احمد العامري، محمد حسام سليمان لاعب كذلك موجود، والترجي جرجيس ولعب مع الاتحاد الرياضي المنستيري 2015-2016 وقادم من الكوكب السعودي في صفقة انتقال حر، رمز العواني من مواليد 99 قادم من النجم الرياضي الساحلي على سبيل الإعارة آخر الموسم. هذه تقريبا انتدابات شبيبة القيروان، معاهم وديع الحاج فرج اللي غايب اليوم على التشكيلة الأساسي لفريق شبيبة القيروان، قادم من الهلال الرياضي الشابي في صفقة انتقال حر. إلى حدود هذه اللحظة أكيد انتدابات الشبيبة الرياضية القيروانية، وباش نقولوها يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، والنهر موجود فيه اللاعب عمر بوراوي مدافع النادي الرياضي الصفاقسي اللي يعطي الأسبقية لجي اس كا هدف مقابل صفر، هدف في الدقيقة 21 منذ انطلاقة المباراة. إذا أكيد اللعب متوقف غسان باعتبار انه ثم ممكن على الجهه اليسرى هنا للمدارج الرئيسيه ثم بعض الاطراف موجوده في المدارج، هذا ما خلى مراقب المباراه مراد الدعمي يعطي الاشاره لحكم المباراه اسامه رزقلة بضروره اخراج مره اخرى الناس اللي زايده هنا على المباراه، الناس اللي ما يلزمهاش تكون متواجده، مباراه دون حضور جمهور تتخبى ما تتخباش، يعني القانون واضح انه لازم تكون خارج الميدان، تبع المباراه على التلفزيون طبع على الوطنية الأولى بطبيعة شهير. هي المباراة اخذت ريتم آخر واخذت جو آخر وبدأت تسخن اللعبة، خاصة أنه شبيبة سجل هيك هاو جيت وقت لك هو يلزمنا نفض القانون، القانون فوق الجميع، يلزم الحكم يخرج الناس الكل زايد على ورقة المباراة، تعرف القانون هو القانون وهذا نحن في موسم استثنائي، يلزمنا نعرف أيضا كيفاش نخرجوا بالمباريات البر الأمان، الكرة باش ترجع حاليا لصالح النادي الإفريقي والتماس من غيث الزعلوني، غيث الزعلوني يلعب كرة طويلة في مناطق النادي الإفريقي، يمشي باسيرو كومباوري يتيح لعب الشبيبة القيروانية، ما زالت الكرة دائما لصالح الإفريقي، كومباوري كان في الكرة الأخيرة ومشى وسام بن يحيى ياخذ الكرة، يرجع كومباوري أمام صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن، ثم رفع ساق من آدم قرب وفي الأخير المخالفة، يقول الحكم لصالح النادي الإفريقي يعتبر رفع الساق من محمد علي الراقوبي لاعب الشبيبة القيروانية. هذه اللقطة الأخيرة زوز ملاعبية كانوا موجودين وأكيد كل لاعب يبحث على مصلحة فريقه، وهنا ضربة المخالفة أمامكم الحارس أمين الحزقي، أمين الحزقي معوض نديمة ثابت في مباراة اليوم، وسام بن يحيى يلعب كرة في منطقة الجزاء بالرأس فوق المرمى، فوق المرمى الكرة الأخيرة والرأسية من جانب النادي الإفريقي من سامي الهمامي، أمامكم على الصورة اللاعب السابق للترجي وأيضا جمعية الحمامات والوحدات الأردني، 27 سنة لمدافع الإفريقي، 1.90 طويل القامة، ذاك علاش تلقاه موجود في كل الكرات الثابتة للنادي الإفريقي، وتحصل على ضياع كرة التعادل بالنسبة للنادي الإفريقي تقريبا أقل من ربع ساعة على نهاية الفترة الأولى، دائما التقدم لأصحاب الأرض والجمهور
ولأنه غايب الجمهور في مباراة اليوم. ونتمنى ونستنى عودة الجماهير لملاعبنا في انتظار بطبيعة ونتقدم أكثر وتكون الأمور الصحية أفضل في بلادنا. ربي يستر الجميع. هذه كورة للشبيبة القيروانية على مستوى منطقة الجزاء، البحث عن التوزيع من أسامة الرمضاني يوزع الكورة مقطوعة من جانب النادي الإفريقي من رودي كوسي. آدم قرب يضرب الكورة في لاعب الشبيبة القيروانية محمد علي الرقوبي ويربح على التناس. اليوم مباراة داخل المباراة بين اللاعب الرواق في النادي الإفريقي آدم قرب وأيضا مدافع الشبيبة القيروانية محمد علي الرقوبي. الكرة باش ترجع مرة أخرى في دفاع النادي الإفريقي. الكرة مخطئة، كرة النادي الإفريقي، وكاد يكون الثاني، كاد يكون الثاني من لؤي دحنوس. كاد يستغل كرة وبهتة من جانب دفاع النادي الإفريقي. كرة أخيرة، ارجع الكرة مخطئة من جانب اسكندر العبيدي. هذه الإعادة قصيرة كانت الكرة، وأسامة الرمضاني وجه لوجه مع الحارس عاطف الدخيلي أو لؤي دحنوس، وجه لوجه مع عاطف الدخيلي. ما عرفت كيفاش يستغل الموقف، والإفريقي كان قريب من قبول هدف ثاني في المباراة بخطأ دفاعي. ترجع الكرة في محور الدفاع من سامي الهمامي، دائما لصالح النادي الافريقي. البحث عن العمق بالنسبه للافريقي بكوره في اتجاه ادم الطاوس، لكن اطول وقبلها الرايه موجوده من المساعد الاول عبد العال حسن. التسلل ضد هجوم الافريقي، والشبيبه القيروانيه لحد الان قاعده ممكن تلعب بذكاء في مباراه اليوم، تقبل اللعب غسان وتلعب الهجومات المعاكسه، وهذا اللي شفناه انه كان قريب الشبيبه من استغلال ايضا هفوه في الدفاع وتسجيل الهدف الثاني. والشبيبه قاعده تستغل كما يجب في اخطاء الموجوده على مستوى الدفاع بالنسبه للنادي الافريقي. اذا 10 دقائق لنهايه الوقت الاصلي من زمن الشوط الاول في مباراه الاسبوع الاول عبر الوطنيه الاولى بين الشبيبه والنادي الافريقي، والتقدم للشبيبه هدف مقابل صفر، هدف اللاعب عمر بوراوي في الدقيقه 21. الشبيبه الرياضيه القيروانيه اتيحت لها فرصه لؤي دحنوس. ما تجيكش كل يوم يا لؤي، كان وجه لوجه وهفوه تقديريه من اسكندر العبيدي، خليني نقول لك كارثيه بالنسبه لمدافع يلعب بازياء النادي الافريقي. يعطي الكوره في طبق بالنسبه للؤي دحنوس. لؤي دحنوس ما يعرفش كيفاش يتعامل. هذه مره اخرى مخالفه باش ترجع من ياسين الشماخي. كوره لفريق شبيبه الرياضيه القيروانيه، اسكندر العبيدي مره اخرى أو يرجعها سليمة بالنسبة للحارس عطف الدخيلي بدوره، يلعب الكرة طويلة، باسيرو يضرب الكرة بالراس، كرة لفريق النادي الأفريقي، تمشي ياسين، ياسين الشماخي، الشماخي عنده الكرة، الشماخي شنو يعمل؟ يلعب الكرة، كرة خطيرة، وسام، وسام الكرة، تصويب سهلة من كوسي. الحارس لا يجد صعوبة، حارس شبيبة القيروان محمد أمين الحزقي. وياخذ الكره، والكره ترجع للشبيبه الرياضيه القيروانيه. هذا اسامه رمضاني، تدخل، اوه يا ادم، تدخل. هذه اعاده مره اخرى لكره كوسي. هاي الكره، كره ذي تصويبه من كوسي، لكن تهلا عند الحارس محمد امين الحزقي. التدخل، تدخل عنيف من قرب ادم، تدخل عنيف بالنسبه لادم قرب. ان شاء الله يقوم لاباس لاعب شبيبه القيروان اسامه الرمضاني في وقت 37 دقيقه. اكيد لاعب صغير، لاعب شاب، الاندفاع موجود بالنسبه للملعبيه. هذه الاصابه كانت للاعب الشبيبه الرياضيه القيروانيه. او يقوم لاباس ادم قرب، لاعب صغير يلزم الإحاطة الكبيرة باش ينجح في النادي الافريقي. كرة ترجع للنادي الافريقي منها لشبيبة القيروان. لؤي دحنوس لعب الكرة مع عمر بوراوي، لكن موجود او احمد العمري، موجود دفاع، دفاع النادي الافريقي، وتدخل من الحكم اسامة رزق الله يقول مخالفة لدفاع النادي الافريقي. هذه اعادة مرة اخرى. الكرة من احمد العمري باش ترجع لاسكندر العبيدي، يلعب الكرة مع سامي الهمامي، يهز الكرة على اليسار. وين موجود؟ ادم الطاوس، ادم عنده الكرة، ادم يوصل الكرة، ياسين الشماخي، ترجع الكرة الشبيبة الرياضية القيروانية.
طافلة كل النوافذ التي تؤدي للحارس محمد أمين الحزق. شوف دوريدو وتشوفوا فيهم أكيد عبر الوطنية الأولى الشبيبة الرياضية القيروانية النادي الإفريقي ما لقى حتى حل لدفاع الشبيبة الرياضية القيروانية اللي قاعد ويقف مليح. كرة تخرج أو ترمي تماس للشبيبة الرياضية القيروانية في وقت 38 دقيقة. حمزة الربعي أمامكم صاحب التوزيعة اللي جابت الهدف الأول لشبيبة القيروان. حمزة الربعي في تنفيذ التماس، تماس باش يكون طويل، كرة لأحمد العامري، أحمد العامري التوزيعة بعيدة، تخرج الكرة ضربة 5 متر و50 للحارس عاطف تخيل. الوقت يمضي والنادي الافريقي لم يجد الحلول الى حدود هذه اللحظه. تمشي كوسي، كوسي كره للنادي الافريقي، الكره عند غايث الزعلون، غايث الزعلون يرجع. شوف النادي الافريقي كما قلت الشبيبه، شوف حتى على مستوى لاعب وحيد قاعد يضغط. الكره تخرج رزينه بالنسبه للنادي الافريقي، نفذ الكرة طويلة في اتجاه باسيرو، باسيرو يعمل كنترول، باسيرو الكرة لهادم قرب والكرة مخالفة مرة أخرى، مخالفة لدفاع الشبيبة الرياضية القيروانية. إذا 39 دقيقة تقريبا 6 دقائق أو أقل شوية لنهاية الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول، والتقدم للجيسكا هدف مقابل 0، هدف اللاعب عمر بوراوي. كرة للنادي الإفريقي على طريق كوسي، توصل الكرة خليل القصاب على الجهة اليسار، آدم الطاوس، آدم عنده الكرة، آدم شوف يخرج بين زوج ملاعبية ثلاثة، آدم، آدم عنده الكرة، يوصل الكرة لي الكرة للنادي الافريقي وسام بن يحيى، يوزع الكرة في القائمة الثاني، كرة خطورة للنادي الافريقي لكن موجود دفاع الشبيبة الرياضية القيروانية، تخرج الكرة تماس للنادي الافريقي. الافريقي يضغط والى حدود هذه اللحظة ما لقى حتى حل باش يفتح شباك الحارس محمد امين الحزقي، وهذا هجوم معاكس للشبيبه الرياضيه القيروانيه. 41 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، دهما 1-0 للشبيبه، كره مقطوعه للنادي الافريقي، يمشي ادم على الطاوس في الجهه اليسار، يوزع كره طويله، ادم قرب في منطقه الجزاء، ياخذ كره بالراس مره الاولى او مره ثانيه، كره تغادر الميدان، ضربه 6 امتار، ويبدو ثم تغيير في تشكيلة الشبيبة القيروانية، تغيير اضطراري تشوفوا بعد شوية في اللاعب اللي بشي غادر الميدان، كان ثم تغيير اضطراري من جانب النادي الافريقي بخروج أحمد خليل وتعويضه برودريغ كوسي. قاعد نشوف أيضا في من جانب الشبيبة القيروانية اللاعب اللي يحمل رقم ثمانية على الورقة، وديع الحاج فرج، وديع الحاج فرج هو اللي بشي يكون في مباراة اليوم حاضر، على أنه الأمور على مستوى ورقة المباراة مش واضحة على مستوى الأرقام، نحاول بعد شوية نتأكدوا من اللاعب. وهنا الكرة والإعادة للقطة الأخيرة، آدم قرب كان إلى جانبه محمد علي الراقوبي، يتيح الراقوبي ويغادر الميدان بسبب الإصابة والخروج الاضطراري أيضا من جانب الشبيبة القيروانية، خروج اضطراري وإصابة من جانب الشبيبة، وكيف ما قلنا التغيير بعد قليل من جانب الشبيبة القيروانية، يدخل حامل القميص رقم 8 كيف ما قلنا، وديع الحاج فرج على ما يبدو أولاتهم بعد شوية نثبتوا، ممكن ورقة المباراة فيها عديد الأخطاء بالنسبة لرابطة محترفة أولى، ما يلزمناش نقعوا في مثل هذه الأخطاء، الناس كلنا نعاونوا بعضنا نكونوا محترفين بيتم معنى الكلمة حتى في الجزئيات البسيطة، حتى في الأرقام يلزم تكون صحيحة لأنه نعطيه المعلومة صحيحة للسادة المشاهدين. وهذه كرة لأدم قرب في منطقة الجزاء تيح، والمخالفة ضد لاعب الإفريقي، المخالفة ضد لاعب الإفريقي أمامكم على الصورة في انتظار أن نشوف الوقت البديل بعد شوية، والكرة في توقيت 43 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، هذه الإعادة للقطة الأخيرة من أدم قرب كان في منطقة الجزاء، كان إلى جنبه أسامة الرمضاني، وضربة المخالفة لصالح الشبيبة القيروانية، الصورة من كل الزوايا، واللقطة الأخيرة
كان قريب منها حكم المباراة أسامة رزقلة اللي كان صفر أيضا الموسم الماضي بين الفريقين هنا في ملعب العواني مباراة الكأس اللي كان ربحها الإفريقي 3-0 وقتها مباراة الدور 16 بين الفريقين هنا في ملعب العواني. والكرة تعود حاليا لصالح النادي الإفريقي، يمشي بكرة لخليل القصاب، القصاب يلعب كرة مع آدم، آدم قرب مقطوع الكرة من جانب الشبيبة القيروانية من محمد المطيري في وسط الميدان إلى عمر براوي سحب الهدف الوحيد في الجهة اليمين حمزة الربعي، الربعي مازال محافظ على كرته، حمزة الربعي يعمل السونتراج طويلة في اتجاه أي دحنوس مقطوعة من اسكندر العبيدي، أرجع لحارس المرمى عاطف الدخيلي، ياخو كورتو عاطف الدخيلي في 44 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما 1-0 للشبيبة القيروانية. الكرة للإفريقي حمراء وبيضة في وسط الميدان باب جديد، قاعدين يحاولوا الوصول لمرمى الشبيبة ولكن إلى حد الآن وقفة ممتازة لدفاع الجي اس كا. رودريغ كوسي البنيني، العودة للخلف لخليل القصاب إلى سامي الهمامي، سامي الهمامي يخرج من محور الدفاع يمشي يقرب لمناطق الشبيبة، خليل القصاب يرفع كرة عالية يبدل كليا، غيث الزعلوني ما توصلوش الكرة، ترجع للشبيبة القيروانية إلى لؤي دحنوس، يمشي لؤي دحنوس مازال محافظ على كرته، لؤي يلعب الكرة مع أحمد الربع، أحمد العمري، العمري العمري يستنى الربعي من أجل التوزيع، كرة في منطقة الجزاء كاد يكون الثاني، كاد يكون الثاني، وكاد سامي الهمامي غلط مرماه، كاد غلط سامي الهمامي حارس مرماه عاطف الدخيلي. هذا أمامكم حمزة الربعي، توزيعات مليمترية لحمزة الربعي، وكرة أخيرة كان ممكن يأخوها لؤي دحنوس ولكن قبله كانت موجودة يسارية المدافع سامي الهمامي يحطها في الركنية وكان قريب أيضا من مغالطة حارس مرمى. الركنية هو التنفيذ من عمر براوي على يمين الحارس عاطف الدخيلي بالساق اليسرى، يرفع كرة في القائمة الثانية ولكن تغادر الميدان، ضربة 6 أمتار لصالح الشبيبة القيروانية. غسان وفاول 45 دقيقة في هذا الشوط الأول، ننتظر الوقت البديل. الشبيبة كانت قادرة على إضافة الهدف الثاني والإفريقي رغم المحاولات لكن إلى حد الآن ما ثماش خطورة كبيرة على مرمى الحارس أمين الحزقي. بالفعل انتهت ال 45 دقيقة وخمسة دقائق، ويضيفهم الحكم أسامة رزقلة لنهاية الشوط الأول في مباراة الشبيبة، وكذلك النادي الإفريقي والشبيبة متقدمة هدف مقابل صفر. جات الفرصة الأولى باش الشبيبة تسجل الثاني، أكيد الشبيبة وهذه كرة، كرة النادي الإفريقي تمشي الكرة لكن تخرج الكرة الركنية، الركنية حسب تقدير الحكم المساعد الأول اللي هو حسان عبد العال يقول ركنية لياسين الشماخي بعد تدخل لاعب الشبيبة الرياضية القيروانية نور الدين الشرطاني. إذن النادي الإفريقي من أجل تعديل النتيجة، الشبيبة من أجل أنها تحافظ على النتيجة، الكرة تتنفذ الكرة بعيدة، الكرة لحمزة الربعي الظهير الأيمن لفريق شبيبة القيروان، تبارك الله عليه تحسن برشا، حمزة الربعي هو يقود الهجوم مرة أخرى، كرة طويلة وحمزة الربعي صراحة صاحب فرصة أولى جات وجابت الهدف الأول لفريق الشبيبة الرياضية القيروانية، والفرصة الثانية سامي الهمامي كاد يغالط مرماه. بين الفرصة والفرصة هنالك فرصة للاعب لؤي دحنوس اللي ضيع بطريقة غريبة. النادي الافريقي شفنا الخطورة في الربع ساعة الاول، النادي الافريقي صنع زوز ثلاثة فرص لكن لقى قدامه حارس شاب اسمه محمد امين الحزقي اللي تألق في كرة خاصة بالنسبة لادم قرب، كرة للنادي الافريقي سامي الهمامي، النادي الافريقي يرجع ويعاود يبني من الاول وجديد، الشبيبة واقفة مليح تقريبا، دفاع الشبيبة بعيد حوالي 35 متر على حارس محمد امين الحزقي، وهذه من التكتيك اللي يستعمل فيه مراد العقبي تكتيكيا، مراد تغلب على الاسعد الدريدي، كرة للشبيبة الرياضية القيروانية الى حدود هذه اللحظة، كرة لاحمد العامري، احمد العامري، احمد يحاول المرور، احمد لكن تدخل الدفاع ويربح ركنية، الركنية إلى حدود الدقيقة الثالثة
منذ انطلاقة الوقت البدل الضايع. هذه عادة مرة أخرى حاول أنه يتوغل سامي الهمامي، يتدخل في آخر لحظة ويخرج الكرة ركنية، ركنية لفريق الشبيبة الرياضية القيروانية اللي متقدمة في النتيجة، هدف مقابل صفر. نذكروا صاحب الهدف هو اللاعب عمر بوراوي. الشبيبة تريد الثاني وقتل المباراة. النادي الافريقي ليس بهذه الشاكلة، النادي الافريقي ينجم يمشي لبعيد في بطولة هذا الموسم، خاصة انه يجب على مسؤولي النادي الافريقي انهم يقفوا مع النادي ويجيبوا الانتدابات اللي جات الانتدابات. لكن كما يعرفوا الناس الكل الافريقي الى حدود هذه اللحظة لم يتم رفع مشكل او منع الانتدابات على النادي. اذا لسعد الدريدي يحاول من خلال التغييرات انه يلقى الحل، خاصة انه مازال شوط ثاني كامل بالنسبة للنادي الافريقي والشبيبة الرياضية القيروانية. شوط اول يأكد به الشبيبة حضوره في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. لسعد الدريدي وجه واكيد ما ينجم يكون كان غاضب على لاعبيه في هذه المباراة. كرة للنادي الافريقي، ادم الطاوس معاه لؤي حمدي، لؤي دحنوس يربح الكرة لكن يمررها لادم الطاوس. ادم عنده الكرة، كرة للنادي الافريقي. ادم الطاوس الظهير الايسر اليوم لفريق باب جديد. كرة خليل القصاب، خليل ادم الطاوس، ادم الطاوس، ادم ادم الى حدود اللحظه هذه ما فما، ما لقاش الحلول النادي الافريقي، شوف يبحث عن الحلول. عرضيات ما يهمش الى حدود اللحظه هذه. شبيبه القيروان يوقف مليح، تمشي الكره للنادي الافريقي. الزعلوني يمرر الكره للطاوس، يوزع الكره موجوده دفاع، يخرج الكره الركنيه لفريق النادي الافريقي. والكرة الأخيرة ممكن في الشوط الأول بالنسبة للإفريقي. هذا وسام بن يحيى القائد يمشي يلعب كرة الركنية على يسار الحارس أمين الحزقي. 45+5 1-0 للشبيبة على حساب الإفريقي في المباراة المؤجلة من الجولة الافتتاحية. التوزيع كرة داخل منطقة الجزاء تخرج، والإشارة من الحكم أسامة رزقلة ينهي الفترة الأولى على نتيجة التقدم 1-0 للشبيبة القيروانية. هدف عمر بوراوي في الدقيقة 19. الإفريقي حاول والشبيبة لعبت الهجومات المعاكسة وسجلت هدف تقدم إلى حد الآن في فترة أولى. وهذه الإعادة توزيعة كانت من اليمين من حمزة الربعي ورأسية من عمر بوراوي. تغالت الحارس عاطف الدخيلي وتغالت الدفاع بالنسبة للنادي الإفريقي 1-0. إن شاء الله في الشوط الثاني نشوف أكثر فرجة وأكثر تشويق، لما لا تحضر أيضا الأهداف بين الفريقين بين الشبيبة والإفريقي. ملتقانا إن شاء الله مع بداية الفترة الثانية.